السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصفا لو دلوقتي. لو أول مرة بتشرفني في القناة يسعدني جدا إن أنت تنضم إلينا وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا على عطور ومراجعتنا على عطور، وياريت كمان لو تعمل لايك وشير لكل الناس أحبابك طبعا يستفادوا من معلومات العطور المقدمة، وكمان مراجعات العطور مهم جدا لازم تعرف، ثقافة العطور بقت شيء مهم جدا كلنا لازم نحرص عليها دلوقتي ونعرفه. النهاردة العطر اللي هنتكلم عليه النهاردة هو براند فيصل الدايل، والحقيقة براند فيصل الدايل منتشر بشكل كبير جدا في المملكة العربية السعودية، ليه طبعا عطور وصلت القمة انتشار واسع كتير جدا، خصوصا مجموعة 1983. والحقيقة عطور 1983 هي تعتبر قريبة جدا، وهو الحقيقة للأمانة هو برضو أعلى إن هي ده قريبة جدا لعطر نيكول سابا. طبعا نيكول ليها عطر منتشر كتير جدا، طبعا العطر مقاربة بالعطر نفسه، أو نقدر نقول نفس الخط العطري أو نفس اللاين العطري اللي خاص بنيكول. والحقيقة إن فيصل الدايل ليه كذا عطر، وهو بيحاول إن هو يشوف العطر العالمي الموجود إيه البراندات العالمية وعليها إقبال، ويعمل نفس العطر ويصمم نفس العطر. وطبعا الحقيقة هو يعني هو بيتكلم وعنده شفافية، وبيتكلم ويقول للناس ويعلن للناس إن العطر ده شبه كذا، أو العطر ده طبعا استنساخ لكذا، أو العطر ده طبعا قريب جدا وحاولت إن أنا أصمم العطر ده قريب لكذا. طبعا هو يعني شيء مميز بالنسبة له إن هو يستخدم العطر ده، وكمان بيحط التاتش بتاعه عليه أو اللمسة الأخيرة بتاعته كمصمم للعطر. طبعا بيضيف إليه طبعا زي الزعفران، زي العود، دهن العود، زي العنبر، زي المسك، العطور العربية بيضيفها ليه. طبعا اللمسات الأخيرة دي بتكون خاصة بيه، فهو يعتبر العطر حصر بالنسبة له. وده طبعا اللي بيعملوه كل مصممين العطور. مصممين العطور بيعملوا من يعني تصميم العطر من الصفر، وهو بيجيب زيوت عطرية، بيبدأ ان هو يخلط الزيوت العطرية لحد ما يوصل لنكهة معينة. مش عيب جدا ان انا مثلا اجيب شانيل فايف مثلا، لو انا بصمم العطر بتاعي اجيب مثلا لحد، انا هجيب عطر خاص بشانيل فايف، انا بصمم العطر فطلعت قريبة جدا لنفس الريحة، ممكن انا احط شيء معين وليكن مثلا القرنفل، او يكون مثلا الزعفران، او الصندل، او عطر عربي، وبعد ما اعتمد النكهة دي لو هي ما غيرتش كتير في النكهة فانا اقول العطر ده قريب جدا من شانيل فايف. وده الحقيقة شيء ابتكار، يعني كلنا طبعا بنتعلم من بعض، ومصممين عطور والانف العطرية طبعا كلها يعني بتتعلم من بعض. المشكلة ان انت تجيب عطر مثلا معين، يعني نفس عطر شانيل فايف الزيت العطر بتاعه، وهو بتعمل منه بيست كوبي، نسخ ليه يعني، لا وتبيعه على انه هو بتاعك، لا هو الحقيقة ده يعني ما يعتبرش تصميم عطر. المهم العطر اللي هنتكلم عليه النهاردة هو فلفت فايف. فلفت فايف عطور فيصل الدايل، هو عطر طبعا في المقام الاول هو عطر مكوناته الليزر، الليزر اللي هو نكهة الجلد، ونكهة الجلد الحقيقة إن هي نكهة يعني منكهة نقدر نقول مصنعة. طبعا بيتم العطور زي ما احنا كلنا عارفين، في عطور مواد طبيعية وفي عطور مواد صناعية بيتم تصنيعها. طبعا نكهة الجلد عموما بشكل عام بيستخرجوها من جلود الحيوانات، وكمان بيتم تصنيعها صناعيا. طبعا مضاف إليها الزعفران هنا، ومضاف إليها كمان التوت الأسود. التوت الأسود باختلافا عن الكشمش الأسود، يعني التوت الأسود ليه نكهة، الكشمش طبعا الاسود ليه نكهه، نكهه الزعفران كلنا عارفين انها نكهه بارده. طبعا الزعفران موجود في كل بيوتنا، مع يعني طبعا بنستخدمه بشكل كبير جدا على القهوه، ويعتبر ايران تعتبر من الدول الرائده ومصدره في الزعفران على جميع الدول العربيه. طبعا تيجي بعدها المرتبه الثانيه المغرب، المغرب العربي. الزعفران ليه نكهة مميزة جدا، هي نكهة عربية في المقام الأول زي الزعفران، الصندل، العنبر، دهن العود. طبعا كل دي عطور عربية شرقية بتستخدم لينا. طيب هي العطر فلفت فايف هنا هو ضايف ضايف نكهة الليزر، ضايف إليها الزعفران، طبعا بيكسر حد بيكسر حدة الليزر. طبعا الليزر ليه انتشار واسع كبير جدا طبعا في المكان، بينتشر في المكان بشكل يعني فواح، اقصد بصوره كبيره. نكهه الزعفران لما تحط عليها فبتدي له زي كسره شويه، يعني بتدي له نكهه غريبه مختلفه. يعني انت لما بتيجي تستخدم العطر، لا نكهه الليزر معروفه، لكن لما بتيجي تستخدم العطر فلفت فايف
مضاف إليها الزعفران، لا ليها كسرة معينة بتشمها طبعا بعد العطر ما بيهدى بتشمها. والحقيقة أنا خليني أوضح لك شيء مهم جدا في بالنسبة لشم العطر. شم العطر ممكن يكون عطر كويس، لكن أنت يعني بتستخدم العطر بشكل خاطئ. أنت تبخ العطر تسيبه يبرد خالص خالص متشموش، وبعد كده تشمه. طب إيه اللي بيحصل؟ النهضات العطرية بتتقلب معاك من فترة من نص ساعة إلى ساعتين، ومن ساعتين إلى 4 ساعات، ومن 4 ساعات إلى 6 ساعات. ده القاعدة العطرية بتاعتك. طيب القاعدة العطرية بتتكون، لو هنا احنا العطر اللي احنا بنتكلم فيه ده هو مشكل من 3 عطور، أو نوتة عطرية، قاعدة عطرية، وسط عطري، ومقدمة العطر. هنا 3 عطور، 3 عطور فقط. طبعا يعني نسبة الثبات بتاعته مش هتبقى طويلة، يعني زي مثلا زيوت عطرية مكونة مثلا من 5 عطور أو 6 عطور أو 10 عطور، زي ما احنا بنشوف في الشركات الأخرى. مثلا لو احنا نتكلم، نجيب مثال زي أمواج. أمواج طبعا العطور بتاعتها مكونة من 10 عطور، طبعا 10 زيوت عطرية بالقاعدة المقدمة العطر فقط، مكون من 3 عطور أو 4 عطور فقط. فده طبعا بيديلك زخم أكتر، بيديلك تقلب للعطر بشكل أكبر. بتشم النوتات العطرية في فترات طبعا طول العطر ما هو موجود. الثبات بتاعه بيفرق كتير جدا، والعامل الرئيسي في الثبات، العامل الرئيسي دونا عن أي شيء، دونا عن أي مواد إضافية، العامل الرئيسي هو جودة الزيوت العطرية. أي حد يقول لك غير كده الحقيقة إن هو بيكذب عليك. جودة زيت عطر كويس، نقاء العطر طبعا، المواد الكيميائية طبعا، كل ما قلت المواد الكيميائية المضافة إليها كل ما كان جودة العطر أفضل وأحسن. فطبعا جودة الزيت العطر شيء مهم جدا في الثبات. زيت كويس، ثبات كويس معاك، طبعا تقدر تشم العطر بالصفاء بتاعه. طبعا مواد كيميائية كتيرة هتبص تلاقي العطر ثبات مفيش، وفي نفس الوقت مش هيبقى بالصفاء والنقاء بتاعه. العطر اللي احنا بنتكلم عليه ده هو عطر مكون. طبعا تقديري ليه، لو انا بقيم العطر من 10 اقدر اديله 8 من 10. ليه 8 من 10؟ لان ما فيهوش زخم زيوت عطرية اكتر، ما فيهوش زيوت عطرية موجودة، هو فقط 3 عطور. هو العطر الحقيقة موجه للنساء، عليه اقبال. اي نعم عليه اقبال طبعا، لحب كتير جدا من النساء على نكهة الليزر خصوصا. طبعا نكهة الليزر شفناها في فيديوهات قبل كده، وفي عطور قبل كده طبعا مختلفة، كمان نزلنا منها فيديوهات تقدر ترجع لها. طبعا ليه انتشار واسع طبعا مع الزعفران والليزر والتوت الأسود. العطر مناسب، أنا تقييمي ليه أديله 9 8 من 10، عفوا أديله 8 من 10. طبعا عليكم بالعافية، تقدر تستخدمه. لو انت حابب كمان ان انت تخسر العطر، هسيب لك رابط اسفل الفيديو تقدر تسجل فيه، يجيلك خصومات وعروضات طبعا من فصل الدير، وخصومات مختلفة من عطور مختلفة من شركات وبراندات مختلفة، عروض وخصومات على طول بتجيلك على الايميل بعد تسجيلك. بس ملحوظة، بعد تسجيلك بيجيلك ايميل، طبعا بتضغط على الرابط اللي يجيلك على الايميل، طبعا انت كده اكدت التسجيل معانا، بيجيلك على طول عروضات وخصومات. وطبعا لو في اي عطر جديد بنرسله لك على طول، تقدر تشتريه مباشرة، بيكون في زر موجود تقدر تشتريه بيوصل لك العطر. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.